بلغ معدل البطالة في مصر 12.7% من إجمالي قوة العمل. ووفقاً لنتائج بحث القوى العاملة والذي أعلنه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء للربع الأول من عام 2016، فمعدل البطالة بين الشباب بلغ 27.3%. وأمام تراجع مؤشرات الاقتصاد المصري، كان الحل الوحيد أمام ما يقرب من مليون مصري هو الهروب من شبح البطالة بحجز تذكرة ذهاب لعمان الأردن. يعني بداية العمال المصري في الأردن غالبيتهم بيشتغلوا في كافة القطاعات الاقتصادية في الأردن، وخاصة قطاع الإنشاءات، قطاع الزراعة، قطاع المطاعم بشكل رئيسي. أعدادهم المسجلة رسميا تقارب 260 ألف عامل مصري مسجلين يحملون تصريح عمل، بمعنى آخر يعملون بشكل نظامي. في ضعفهم تقريبا حوالي 500 ألف بيشتغلوا بشكل غير نظامي، وبالتالي احنا نتحدث عن مقارب 3/4 مليون عامل مصري بيشتغلوا في الأردن. بين مصر والأردن في اتفاقية ثنائية متعلقة بتبادل القوى العاملة، لكن أعتقد في بنود، عدة بنود من هذه الاتفاقية لم تنفذ أو اخترقت. منها على سبيل المثال أنه في بعض الأنظمة فقط تطبق على المصريين، زي موضوع التأمين. يعني العامل المصري أول ما بيدخل على الأردن مفترض أنه يدفع على الحدود 250 دولار مستردين لغاية ما يطلع تصريح عمل، لكن تصريح العمل مش بإيد العامل، لأنه العامل ليس له الحق باستصدار تصريح عمل لنفسه بنفسه، ولكنها مسؤولية صاحب العمل. عند تقصير صاحب العمل باستصدار تصريح العمل، المبلغ كله بيروح على العامل اللي دفعه 250 دولار، وهي مطبقة فقط على العمال المصريين. نقطة تانية كمان مطبقة فقط على العمال المصريين هي الخروج. عند الخروج يجب أن يحصل على خلينا نقول براءة ذمة أو إخلاء طرف من صاحب العمل، وهي برضو فقط مطبقة بس على العمال المصريين. في كمان نقطة كمان كتير مهمة اللي هي الأجور. الحد الأدنى للأجور في الأردن 190 دينار، ولكن يستثنى منه العمال المهاجرين أو العمال غير الأردنيين، اللي هو الحد الأدنى لهم 150، وهي كمان مخالفة للاتفاقية الثنائية بين مصر والأردن اللي بتلزم الدولتين بتعامل مواطني أي دولة منهما بمساواة مواطنيها. العامل المصري يعني إذا بتروح عليه وبتحكي له بتعمل معك مقابلة صحفية في البداية بيرفض، لأنه بيكون في نوع من الخوف من صاحب العمل نفسه. يعني إنه تروح عليه في مكان العمل وتحكي له أنا 1 2 3 4 عم بشتغل مادة صحفية على الانتهاكات اللي أنتوا بتتعرضوا لها، حاب أعمل معك مقابلة صحفية، على طول بيرفض. بقالي يعني دخلت لي في حوالي 11 12 سنة في الأردن، والله المشاكل اللي بتقابلنا كتير. إحنا يعتبر الواحد يوميته 200 جنيه مصري، طبعا فطار غدا عشاء علينا، كل واحد بيطلع دينار كده. بالنسبة لموضوع السكن برضو الواحد بيدفع له 30 دينار، التصريح 2 دينار، بتصفى عليه يعني بتصفى، يعتبر الواحد بيصرف 10 بوفر 10، بعض مصروف بيته، وحتى لو وفر له 500 جنيه مثلا ولا 1000 جنيه طبعا احسن من مصر حاليا في الوضع الحالي. يعني مهما جاف في الغربه هي غربه، لو درت وتعبت بتنام في سكنك وبدك اللي عطل معك ده شغال وده شغال وده شغال، مين اللي هيقعد جنبيك؟ حتى لقمتك اديك شايفه كل واحد عليه في الطبيخ يوم، لازم يجي من شغله ويعمل ويعمل ويعمل، مين اللي هيعمل لك؟ ما عملتش مش هتاكل، هتاكل تشتري جاهز ابقى تروح تروح احسن. تنوعت مشكلات العمال الوافدين للأردن، فوفق استبيان لمركز تمكين حقوقي يعاني 58% من تأخير رواتبهم، فيما تعرض 46% لتقييد حريتهم، وتعرض 46% أيضا للترهيب، ومنع 31% من العمال من الحصول على الأجازات، فيما تعرض 11% للعمل الجبري، ووقع 9% على إيصالات لصاحب العمل. نوعية العمال المهاجرين اللي بيجوا من مصر من ذوي التعليم المتدني والمعرفة المتدنية، وأغلبهم من الأرياف والأقاليم. عمال الزراعة
هدول يمكن موضوع آخر، لأنه من وجهة نظري من أكثر الفئات تعرضاً للانتهاكات من ناحية سلامة وصحة مهنية. كمان التعامل مع المبيدات بطريقة غير صحيحة ممكن تعرضهم لإصابات، حتى إصابات مستقبلية ما تظهر بالوقت الحالي لكن تظهر في المستقبل، بالإضافة لظروف المعيشة. ظروف المعيشة سيئة جداً من ناحية السكن، من ناحية الصرف الصحي، من ناحية غيره من الأمور اللازمة. أنا من محافظة بن سويف، وأنا كنت هنا قبل كده قعدت 9 سنين وروحت اتجوزت واستقريت، قعدت 6 سنين. فطبعا وضع البلد ما كانش كويس، اضطريت ان انا اسافر تاني. شغال في الاردن حاليا، شغال عامل جلايه. يوميتي حاليا دلوقتي 15 دينار، طبعا بناكل وبنشرب منها لحد ما الوضع ما يستقر في مصر ونرجع تاني نستقر. حجم الانتهاكات بحسب مختصين ممكن توصل لمرحلة الإتجار بالبشر. يعني كان في حجز وثائق للسفر، كان في منع من التنقل، كان في أحيانا أنه عمال يشتغلوا لفترات طويلة وفي الآخر ما يتم دفع أجورهم، كان في شغل عدد ساعات كبير تقريبا 12 ساعة يوميا، ما في إجازات. فكل الانتهاكات اللي ممكن تكون موجودة كانت موجودة في القطاع هذا. كل ما أروح أشتغل مع واحد لازم يأكل على فلوس، لازم ياكل على فلوس، مش واخدين وضعنا في البلد بصراحة. صاحب العمل عادة بيحجز وثائق السفر بالإضافة لإجبار العامل نفسه على توقيع على كمبيالات أو سندات مالية، وهذا طبعا بيعرضه للعمل الجبري. يعني ممكن صاحب العمل يجبره للعمل بعد تهديده بتقديم هاي المستندات المالية، ونتيجة زي ما حكينا جهل العمال نوعا ما أحيانا بيوقعوا على بياض. يمكن كانت في بعض الحالات اللي تعاملنا معها العمال المصريين، إذا بنقول على قطاع الإنشاءات عندنا حالة منظورة في المحكمة هلأ تقريبا فيها 60 عامل من الجنسية المصرية كانوا بيعملوا لدى شركة إنشاءات، استغل صاحب العمل أوضاعهم غير النظامية اللي هم ما معهم تصريح عمل، وتم استغلالهم بالعمل بدون دفع أجر. سكناتهم كانت كتير كتير سيئة، بس بهاي القضية يمكن كان في تحقيقات مباشرة من قبل النائب العام وتم تكييف القضية كاتجار بالبشر، ولكنها لا زالت أمام المحاكم. العامل الزراعي اللي طلع له تصريح زراعي في الأردن أصبح زواج كاثوليكي، مش ممكن يغير عن عامل زراعي خالص. فأصبح أنا عندي مزرعة جبت 10 عمال في موسم معين خلصوا شغل، ما عندهمش شغل ليا، إما أن أنا رجعه بلده أو ينزل يشتغل في السوق أي حاجة، مالوش يغير. صرخنا وكلمنا كل الجهات على تغيير الكفيل الزراعي لأي حاجة تانية اللي هو تم تطبيقه جديد، ولكن قابل نفس المشكلة القديمة، وهي أن أنا عامل زراعي عشان أطلع أغير كفيلي على إنشاءات أو على مطعم أو على فرن، يجي يقول له أنا عشان أغير لك كفالتك اديني مبلغ وأنا أغير لك كفالتك. مافيا تصريح العمل، هكذا اتفقت جميع أطراف الأزمة على المشكلة الأكبر التي يعاني منها العمال الوافدين للأردن، والتي يرى الجميع أن فتح باب تصحيح أوضاع العمال من قبل الحكومة الأردنية والبدء في وضع نظم جديدة للتعاطي مع مشكلة العمال هو حلها الوحيد. توجه العام لدى العمال المصرية أن يعملوا بشكل غير نظامي وبرغبة، أو العمل في القطاع غير المنظم اللي بنسميه الانفورمال سيكتور بيجيب لهم عائد مالي أعلى من العائد المالي لو كانوا نظاميين ومعهم تصريح عمل أو بيشتغلوا في مؤسسات معترف فيها وعندهم تصريح عمل ومسجلين بالضمان الاجتماعي ويتمتعوا بكافة شروط العمل في الأردن. هناك أعمال تمارس وهي ممنوعة للأجنبي أنه يشتغلها، ونسبة كبيرة من المصريين بيبقى عامل نظافة وهو محاسب، عامل نظافة وهو شريك، عامل نظافة وهو مدير. التصريح بتكلف سنوي 850 دينار، مع العطل مع دي بتكلف له 1000 دينار. عملت عقد كلفني 8000 مصري. أغلبية دلوقتي التسريح كلها شغالة في السوق السوداء، يعني كلها سمسرة. يعني التسريح الزراعي رسومه 130 دينار، بتروح السمسار بيعملوا بيكلف 650 دينار. حتى ما الأول كان زمان في تسريحات على السفارة كانت بتسهل العمالة الوافدة المصرية، دلوقتي ممنوعة. لبدايات التسعينات
كنت بتخش الأردن وبتطلعي بدون إقامة بدون تسريح بدون أي حاجة زيك زي الأردن. الأردن دولة مصدرة للعمال. بعد الأزمة بتاع الخليج وحرب الخليج والحرب الظروف العراق رجع أعداد كبيرة من المصريين من الأردنيين المغتربين في الخليج وبعض الدول الخليجية والعراق لبلدهم. فالأردن صوبت الوضع العمالة الأجنبية بشكل عام. بالنسبة للعمالة السورية قطت على العمالة المصرية بكتير، لأن بيجي يشغل لك العمالة السورية بأقل سعر من المصرية. طبعا أنت يطلع لك تسريح، يا أما تطلع على حسابك وشوف بقى تجارة التسريح والتجارة فيها أكتر من هيك ما فيش. يعني مثلا هنا الشهادة الصحية رفعوها وبيجوا كل سنة مثلا يعمل لك إيه زي آخر السنة العمالة المصرية لازم تصوب وضع، ماشي صوب لي وضع افتح لي المجال، ما فيش مجال إن هو يفتح لي المجال عشان يصوب لي وضعه. طب الشرطة بتلم على أي أساس؟ طب أنت تفتح المجال للمصريين عشان يسابوا الوضع بتاعه. قدمت فيها بحث لمعالي الوزيرة عائشة عبد الهادي في هذا الوقت ان كان في تسجيل على النت للعمالة المصرية انه لابد انه يروح يسجل في القوى العاملة، وانا عايز عامل من مصر اختار من النت. طب انا مش انا عايز ابن اخويا او ابن عمي ومش مسجل على النت، يقول لك طب خلاص احنا قفلنا لحد دول ما يخلصوا، يبدا يروح يدور على حد من الوزارة هنا أو هنا يسجل له ويدفع مبلغ. فهذا الوقت بدأت عملية تجارة تسريح العمل. يعني أول ما ناس عربية الشرطة بتيجي، الناس أول ما بتسمع بتجري، بتخاف لأنها تتمسك وتتروح تصفر، وطول ما الواحد تصفر ما بيرجعش إلا بعد 5 سنين. ريت بيروح على طول، لا بيتبهدله. يعني بيروح من مخفر لمخفر، يعني أخويا قاعد 9 أيام. الاتفاقية أصلاً واللي بيطالب فيها من الجانب الأردني المصري مع نظيره الأردني إن يقول إن أنا مخالف عمل لا يعامل معاملة المجرم، هو مخالف للعمل، ما هوش قاتل أو سارق أو حرامي. يعني هي أكبر مشكلة كمان، يعني اللي ريت اللي يتمسك يسهلوا ويروح على طول، يعني ما يتبهدلش. لابد من تصويب الوضع للعامل الزراعي وتحديد مكان العمل وجهة العمل، وأنا بقترح أنا شخصي إنها تكون عن طريق شركات، وإن يكون عقد العمل مكتوب فيه أن العامل اللي شغال في الإنشاءات يتحمل ضمانه كاملا. أنا اقترح إن وقف الاستقدام نهائي من مصر، تصويب وضع العمالة المتواجد 100%، فتح فترة تصويب أوضاع حقيقي. بس قبل ما افتح فترة تصويب اوضاع اقنن وضع العمالة دي هيتقنن ازاي وباي صورة. لازم ان انا ارجع مصر تاني، ان انا عاوز استقر. انا طبعا للغربة طبعا مش دايما الواحد، يعني بدي الواحد يسوي مشروع ويعيش حياته منها، يعني ويبقى جنب اولاده ومراته.